السلام عليكم ورحمة الله. رادين تدور الغدير رمضاني بدأ بدون مجاملات. 2024 سنة كاملة المهم بدون مجاملات. فريقنا لعب قبل كم يوم، أنا ما كنت وياهم بس فازوا الحمد لله. الحين المباراة الثانية أنا وياهم، الحين بنشوفهم. حسنا بس بصور مبارياتنا نحن، فسامحونا الشباب الثانيين، لكن هذا اللي أقدر عليه. استمتعوا. المباراة ضد الفريق الأسود اليوم، هذا الفريق نفسه السنة اللي طافت لعبنا يوم في النهائي، فنشوف هالسنة كيف تكون المباراة. Oh,
للأسف تعادلنا، لكن الحين فوز وتعادل في المجموعة. إن شاء الله المباراة الجاية فوز وصاعدين، إن شاء الله صاعدين للدور الثاني. تعورت شوي بس إن شاء الله رادين. وبس، شوفكم المباراة الجاية.